عقدت الجامعة المصرية اليابانية مؤتمر نموذج محاكاة الأمم المتحدة، والذي يتحدث فيه 33 مندوبا بالنيابة عن 32 دولة. تستهدف المحاكاة مناقشة حلول مستدامة للاجئين، ويتم التركيز على أثار التغيرات المناخية وأزمة اللاجئين في ضوء استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ كوب 27. وكانت أهم أهداف النموذج التركيز على مهارة القيادة في الطلب من خلال تمثيل الدول والتحدث بالنيابة عنها، ومناقشة وطرح حلول تصلح للتنفيذ لحل مشكلة اللاجئين، وتوفير بيئة تسمح للمشاركين بزيادة الإنتاجية ومهاراتهم البحثية والدبلوماسية. اولا، فكره نموذج المحاكاه للامم المتحده بيخلي الطالب يلم او يبقى ملم بكميه كبيره جدا من المعلومات، بيعرفوا الدنيا او العالم اللي حواليهم ده في ايه، المشاكل الموجوده في العالم، يعرفوا يتعاملوا اكتر في المشاكل دي، ويدوروا لحلول فعلا تقدر ان الشخص يتنفذها او يبقى حاسس بيها ان هو يقدر تبقى تتنفذ بعد كده لو نفع في المستقبل. احنا لما حبينا نعمل الموضوع ده، حبينا نعمل حاجه احنا اللي هنبتديها من الاول، حاطين القاعده بتاعتنا وبنينا عليها طول السنه، بقالنا احنا سنه شغالين علشان نطلع المؤتمر اللي انتم شايفينه جوه ده. واحنا عملنا النشاط الطلابي ده، كان الهدف منه ان احنا ندرب الطلاب على مهارات القياده ونعرفهم اكتر على سياسات الدول، ودي كانت حاجه مختلفه عندنا في الجامعه لان هي ما كانتش اتعملت قبل كده. مؤتمر نموذج محاكاه الامم المتحده تجربه جديده جدا في الجامعه، يعني انا شخصيا برغم ان احنا ماسكين كذا نشاط مختلف، بس التجربه دي كانت مختلفه وفادتني انا شخصيا. عرفت يعني ايه اصلا ديليجيشن، يعني ايه ناس بتعمل مناظرات وما الى ذلك.